أهلا بكم في هذه المقدمة من دورتنا الجديدة التي سوف نقوم بتخصيصها لتعلم أداة فعالة وشهيرة وخاصة لمن يعمل في مجال التعلم الآلي والذكاء الصناعي. وسوف نقوم بتخصيص دورتنا لتعلم التنسل فلو، ونستطيع القيام بالذهاب إلى موقعها بشكل مباشر، فنقول مثلا تنسل فلو بهذا الشكل. وفعليا قمنا مسبقا بإنشاء الكثير من الدورات التي تعنى بمجال الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، وكان بعضها متعلق بلغة البرمجة البايثون والبعض الآخر متعلق بلغة الماتلاب. وكانت الغاية من هذه الدورات التي قد تشترك فيما بينها بعض الأفكار هو تعزيز فهم التعلم الآلي والذكاء الصناعي والقيام بشرح الأفكار بمختلف الطرق ومختلف الأشكال. فكانت هذه الدورات بعضها متعلق بشرح خوارزميات وبعضها الآخر يركز على التطبيقات. أما هنا فسوف نقوم بالتركيز على تعلم هذه الأداة TensorFlow والتي سوف نقوم بتطبيقها واستخدامها وذلك في الخوارزميات والتطبيقات على حد سواء. لذا لابد لنا من فهمها بشكل الأمثل والفهم العميق لكي نتمكن من استدعائها وتطبيقها بما يلائم الداتا والابليكيشن الذي نود القيام ببنائه. فعليا التنسر فلو هي اطار عمل فريم ورك مفتوح المصدر اوبن سورس، وتم انشاؤها من قبل فريق جوجل وبنيت على لغه البرمجه البايثون، ولكن هناك اي بي اي اعتقد متعلقه بلغه الجافا سكريبت فنستطيع ايضا القيام باستخدامها، ولكن هنا سوف نقوم بالتركيز في دورتنا على البايثون. لذا المتطلبات الاساسيه لهذه الدوره هي الالمام بلغه البرمجه البايثون. وفعليا تستطيعون هنا القيام بالذهاب والاستعلام عن مختلف الأمثلة الموجودة في هذا الموقع Tutorials والقيام بتطبيق مختلف هذه المواضيع وذلك على database معينة كما نرى هنا. أما في دورتنا فسوف نقوم بالتمهيد لهذه الأمثلة ونقوم بإكساب خبرة للمبرمج بفهم هذه الأدوات، فبعد الدورة من السهل القيام بتتبع هذه العمليات وهذه التعليمات وفهمها بشكل أمثل خلال التطبيق. لذا أرجو لكم متابعة شيقة لهذه الدورة وآمل أن تكون دورة مفيدة وغنية بالنسبة لكم. شكرا لكم لحسن استماعكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.